بغض النظر على الأسواق الخليجية، من جهة أخرى هذه التي بدأت التعاملات في الإمارات فيها اليوم، الإمارات على التراجع بنصف نقطة مئوية، سوق دبي المالي تخسر نصف نقطة مئوية. السوق هذه تترقب طبعا أول طرح أولي لها لهذا العام، شركة الأنصاري للصيرفة هي التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام. البورصة في البحرين يبدو بأنها الوحيدة التي تميل إلى الارتفاع، مع خسائر في قطر تصل نسبتها إلى أكثر من 1%. ونذهب إلى أبو ظبي الآن، ينضم إلينا طلال طقان رئيس التنفيذي للاستثمار لدى بي اتش ام كابيتال. صباح الخير طلال، لابد أن أسألك عن أداء أو توقعات وأفاق البنوك الخليجية في ظل الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة محليا طبعا، وأيضا الآن عنصر كبير في القطاع المصرفي العالمي كريدي سويس، وله أيضا أديال إن كان في السعودية أو كان في قطر، من حيث هم من كبار الملاك في كريدي سويس. صباح الخير طبعا، يعطيك ألف عافية. هلا عم نشوف طبعا أكيد الخلل اللي عم نشوفه بعملية في بعض البنوك على مستوى عالمي هي إشكالية، طبعا سببها المشترك ارتفاع أسعار الفوائد بشكل حاد، ولكن تعامل كل بنك على حدة. يعني عم نشوف إذا بنقارن كريدت سويس والإشكاليات اللي صارت عندهم مع انخفاض حجم الدين، بتخوف المستثمرين من أن يكون هناك في إشكال في عملية إدارة الأموال والتدخل في بعض الصفقات اللي نوعا ما لها علاقة بالمخاطر النظامية، لها علاقة أكثر بالمخاطر نظام البنك بذاته. وكذلك بالنسبة للأزمة المالية اللي شفناها على بنوك مثل سيليكون فالي أو سيجنتشر بانك أو سيلفر جيت كابيتال، هاي البنوك كلها لها أسباب خاصة. طبعا السبب المشترك اللي بيأثر على بنوك الخليج، خصوصا البنوك الصغيرة والمتوسطة اللي ما عندها قدرة على الوصول للأموال لعادة، هي منخفضة الكلفة مثل ودائع الادخار ودائع تحت الطلب. الإشكال الأكبر هو أنه أصبح هناك بدائل ادخارية واستثمارية، خصوصا بعض الأوراق حتى والسندات الحكومية يعني تولد عوائد أعلى من اللي معروضة على ودائع البنوك، وبالتالي ومع وجود تضخم على مستوى عالمي أصبحت القوة الشرائية بتآكل. فعلى مستوى السيولة هناك تحديات أمام البنوك، ولكن من ناحية سلامة الأجهزة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في أسواق مثل السعودية الإمارات وقطر، ووجود جهات رقابية وداعمة، باعتقادي الأمور لازالت جيدة. بالعكس بعض البنوك اللي قادرة على إدارة فجوة ما بين الأصول الائتمانية والودائع هي بتحقيق أرباح أفضل، ولكن بتضل الآن التوجهات على كفاية رأس المال ومعدلات السيولة. بالضبط، هو يمكن التخوف من أي خسائر غير محققة تحملها هذه البنوك على دفاترها نتيجة الاستثمار بتلك السندات الطويلة الأجل. فهون السؤال أو هون علامة الاستفهام، فيما إذا كان في تخوف على على بنوك معينة أو على أي فئة من هذه البنوك نتيجة ذلك. وأيضا طبعا إذا ما كانت رسملت هذه البنوك تغطي أو تعطيهم نوع من الكوشن ليستطيعوا أن يتخطوا عمليات التقييم هذه التي ممكن أن تكون تسجل خسائر على دفاترهم. البنوك المتوسطة والكبيرة أولا معظم انكشافاتها هي يعني أدوات دين محمولة لحد الاستحقاق، وبالتالي ليس هناك حاجة أن يكون هناك في تسييل وبالتالي تحقيق خسائر من هذه الموجودات. نعم قد تؤثر على قيمتها من ناحية قيمة عادلة وبالتالي أخذ مخصصات لتدني قيمة الاستثمارات، ولكن من ناحية هاي الأمور اللي لها علاقة بالاستثمار تؤثر فقط في حقوق المساهمين والميزانية، ولكن أداء البنك وقدرته على منح الائتمان لا تتأثر، وبالتالي سلامة الجهاز المصرفي ما لها علاقة. هي التحدي الأكبر على مستوى الاقتصاد الكلي نتيجة للتشدد من ناحية أن السياسة النقدية على حساب اللي هو عرض النقد وقدرة البنوك على جذب السيولة، مقابل ان يكون هناك في تحكم بمعدلات المخاطر نتيجه لكوننا احنا يعني معظم الاسواق في الخليج مرتبطه بالدولار الامريكي، وبالتالي السياسه الاقتصاديه تتبع، وهذا هو التحدي الاكبر. طبعا شفنا انخفاض اسعار البترول، البنوك الكبرى في الاسواق الخليجيه تولد عوائد جيده عندما ترتفع حجم التجاره الخارجيه، خاصه بما يتعلق بعمليات الصادرات
والصادرات البترولية، وبالتالي قد تتأثر الأرباح تدريجيا سلبا، ولكن لا نرى ذلك على مدى الربع الأول والثاني، قد يكون يعني خلال الربعين الأخيرين من العام. ذكرنا قبل قليل بأنه يمكن الخطر أيضا بالأسواق هلا بأنه هذه البنوك قد تنشغل بأن تستخدم السيولة المتاحة لديها أو أي يعني سيولة متاحة لديها فعليا لكفاية رأس مالها، لأن وبالتالي تنشغل عن تمويل تلك المشاريع التي تدفع الاقتصادات للتنوع وللنمو. ونحن بالمنطقة طبعا أكثر ما نحن بحاجة لتمويل تلك المشاريع بحسب كثرها وحجمها بالطبع. هل ترى بأنه في قرارات ممكن أن تكون أمام هذه البنوك الكبيرة يجب أن تتخذ، يعني أمام خيار ما بين تمويل المشاريع الكبيرة أو تأكد من كفاية رأس المال وتغطية أي مكشوفات؟ يعني دائما اولا البنوك هي تاخذ مبدا الحيطه والحذر، خصوصا في اسواقنا اكثر من الاسواق العالميه. هناك في انفتاح لاخذ المخاطر بشكل اكبر، خصوصا الادوات المتقدمه. انا باعتقادي النقطه الاهم هون هي ثقه المودع والمدخر والمستهلك، لان البنوك تتاثر بشكل اكبر، وعمليات التخوف هي التي تؤثر بشكل اكبر على قدره البنوك لاستيعاب اي سحوبات محتمله، اي تدفقات. ولكن من ناحيه باعتقادي انه السلطات اصبحت اكثر وعيا وعمليات الدعم موجوده، والبنوك اذا يعني خلال العامين الماضيين تمكنت من رفع نسب كفايه راس المال بشكل كبير، وتواءمت مع كل المتطلبات العالميه. على مستوى البنوك المتوسطه والكبيره الحجم لا ارى اي تخوف على المدى المنظور. البنوك الصغيره قد يكون هناك نوع من التخوف على خصوصا الشريحه الاولى من شق راس المال وقدرتها على التوسع في الائتمان. نعم، وبشكل عام التحديات امام الجهاز المصرفي واضحه. باعتقادي ان نرى وراح يكون للدور الاكبر هون بكيفيه التوازن ما بين التشدد في السياسات الاقتصاديه، خصوصا الشق النقدي، منها ارتفاع اسعار الفوائد، وتدخل الحكومه من ناحيه تقليل العبء على الشركات، خصوصا في المتوسطه والصغيره اللي هي باتت تعتمد بشكل كبير على التمويل، من ناحيه اعباء على مستوى مالي سواء ضرائب أو ضريبة القيمة المضافة أو أي أعباء ورسوم أخرى. ويجب أن يكون هناك تركيز أكثر على هذا القطاع، لأنه هو عصب حيوي للبنوك، خصوصا خلال آخر فترة، يعني خلال آخر 3 أعوام كان هناك توجه لتمويل مثل هذا القطاع. بالنسبة للبنك الأهلي السعودي، إذا ما نظرنا إلى أداء السهم على البنك الأهلي فعليا منذ أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، وطبعا بأكتوبر كان أعلن البنك بأنه سيرفع حصته بكريدي سويس إلى 9.9%، نرى الانحدار الحاد بقيمة السهم، وبالتالي برسم البنك يجلس الآن على خسارة قدرة بحوالي 500 مليون نتيجة هذه الدولار، طبعا نتيجة تردي أو تراجع سهم كريدي سويس. هل ترى بأنه سهم البنك الأهلي السعودي في فرصة الآن، أم هل تنتظر بالوقت الحاضر لترى كيف تتبلور تلك القصة؟ يعني هي هون في حالة من عدم الوضوح وعدم اليقين. إذا حتى بنشوف الأنباء الصادرة على كريدت سويس وآراء المحللين تختلف، الأثر المباشر على المدى القصير على البنوك مثل البنك الأهلي عنده انكشاف مباشر طبيعي وواضح، ومن الطبيعي أن نرى تخوف من ناحية الحذر، يعني أن يكون هناك حذر متشدد وتخوف، ولكن صعب أن نعرف لأن حجم الأضرار وكيفية التأقلم مع المشكلة الموجودة عند كريدت سويس لم تتضح بعد. ولكن باعتقادي يعني راح يتم احتواء هاي الاشكال، خصوصا انها ليس لها علاقه الى بتشكل فقاعه على مستوى سيوله البنوك او على صعيد اسعار الاسهم اللي بتؤدي انه يكون في هناك تخوف على مخاطر نظاميه تؤثر على القطاع بشكل عام. ولكن طبعا اكيد على معنويات المتداولين وعلى بعض الاسهم بشكل تحديدي اللي عم نشوفه طبيعي، وطبيعي من ناحيه اسواق ان يعني ان يكون هناك ردود فعل غير مسعره، يعني ليس بالقدر المخاطر اللي موجوده، خصوصا اذا لم تكن نقديه هي فقط لها علاقه بالتقييم، التي قد تتغير باي يعني خلال يوم او يومين، خلال اسبوع او اسبوعين تتغير النظره عاده من ناحيه التقييم. اما يعني لم يكن هناك في تسييل للانكشاف او مخاطر اللي هي مباشره في عمليه الاموال الموجوده لدى البنوك، هون الخطر ممكن يكون نوعا ما طويل الامد، او قد يكون يعني
يغير من قيمة البنك أو التوجه الاستثماري بشكل دائم. فإلى الآن أنا باعتقادي يجب أن يكون هناك في تروي، الحذر واجب، ولكن لا زالت التفاصيل نعم وعملية تأقلم الجهات الرقابية وتدخلها في احتواء مثل هذه المشاكل لا نعم زالت في الخطوات الأولى. طلال تقاد، شكرا جزيلا لك. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.